طيب في برضو حد بيسأل نفتك، بيقول لما بنصوم المفروض نعيش في جو روحي، يعني نسمع ترانيم وعظات، طب وبعد الصوم هل نسمع أغاني ونشوف التلفزيون عادي؟ هو المفروض ان احنا الصيام هو فترة امتلاء روحي، وبعدين الواحد يوصل لمستوى معين يحافظ عليه مش يفقده، مش على طول يوم العيد نضيع كل اللي خدناه في الصيام الكبير والبسخ. فلا ارجو ان احنا نكون دايما ملتزمين، الحاجة اللي اتربت جوايا اكملها، وبعدين نيجي مثلا محطة تانية في صيام الرسل تقوية شويتين، يبقى صيام العذراء تقوية، وبعدين صيام الميلاد. فالصيامات بس محطات تقوية، لكن مش العبادة في الصيام بس وبعد كده أرجع للحياة العلمانية العادية. في اللي هي الواحد بيوصل لمرحلة التزهد المفرط مثلا في فترة الصوم، بيضغط على نفسه قوي، اللي هي بيقطع كل حاجة، فبيجي بعد فترة الصوم لأنها طويلة خصوصا في الصوم الكبير، فيحس أن في الخمسين بيعمل عكس كل الحاجات دي، فهل ممكن يعني هو مسموح أن الواحد يعني يخف شوية في مجهوده الروحي، لكن مش يفقد ما كنزه في الصيام ولا يعمل عكس ما كان بيعمل، بالعكس يعني أكمل مستوايا، وإن كان الممارسة ممكن تقل شوية مفيش مانع.